السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى يكون كلكم جميعا عندكم يوم سعيد جميل ومتفائلين دايما زي ما أنا متوقع منكم على الدوام انقطعت عنكم شوية للسفر لكن دي في الرجعة دي مرة تانية بنتكلم عن أسئلة أسئلة كثيرة بعتها لنا أحد الإخوة اللي هو احمد الشيخ من ادلب وانا بشكر احمد الشيخ وبشكر ايضا الاستاذ عبد الرحمن النحاس على اعداد المحاضره الاسئله كثيره ودي بتدل على ان الشباب في حيره والشباب قد تصل بهم هذه الحيره الى اشياء غير جيده كما ذكرت انا في المحاضره اللي كانت قلتها الاسبوع اللي فات عن الاستئاس وعلى الاستياس واللي هو الامل الى اخره. الاستياس والتفاؤل. من الاسئله دي اللي احنا بنتكلم عنها اول سؤال يعني هو انا عندي هنا حوالي بسم الله ما شاء الله 18 سؤال. 18 سؤال حاول ان انا ايه اجاوب عليهم بسرعه وحاول كل واحد فيكم يحاول يشوف نفسه في الاسئله دي. اول واحده فيها نتكلم كتير احنا وحديثا عن بناء قدرات الشباب ورفع الوعي المجتمعي ونعمل دورات تدريب ورش عمل مطولة من اجل ايه الاثار اللي احنا نتكلم عنها ده السؤال الاولاني قياس الاثر للأسف في مجتمعنا المدني ومؤسسات المجتمع المدني اللي احنا بنتعامل معها منذ سنين والمؤسسات الانسانية بالذات اللي عندها اموال كتيرة جدا 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 اضعف شيء بتاع بتقوم به هو الابحاث والانفاق على الدورات التدريبيه وورش العمل وبالتالي 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 قياس الاثر يا ما اتعملت ورش عمل كثيره جدا لكن قياس الاثر اصبح من الاهميه بمكان اننا نقيسه قد يقيس الانسان منا بطريقه عشوائيه يعني انا مثلا مادي ادي في قياس الاثر في اشياء زي كده في تنفيذ مشروع بيؤدي لعمل شيء لكن التدريب في قياس الاثر معناه ان المؤسسة اللي احنا بنتكلم عنها دي بتعمل ايه بتعمل دورة بتختار شباب بتتابع مع الشباب تنفيذ ما تدربوا عليه في الدورة الاولى الى دورة تانية الى دورة ثالثة الى دورة رابعة في تطبيق عملي داخل مؤسستهم وداخل المجتمع في اشياء كتير انا مش عايز احبط ولا احبط الشباب لكن ايضا عايز اقول ان ان بناء القدرات ما هيش ورشه عمل بناء القدرات اللي بنتكلم عنها واثارها دي بيكون جزء منه التدريب بتاع الورش العمل ده جزء منه اللي هو المخالطة المجتمع وده الجزء الثالث اللي هو الرموز والقيادات داخل المؤسسة الزملاء في داخل هذا المكان انا بأنادي لكل مؤسسة خيرية وكل مؤسسة اجتماعية وكل مؤسسة انها تضع 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 مبدا قياس الاثر قياس الاثر في منهجها مش فقط نصرف الاموال على الاكل والشرب والنوم وكذا 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 دون ان يقيس اثر هذا على المجتمع وعلى الشباب ايضا فده بالنسبه للسؤال الاول ان احنا عندنا ضعف كثير في هذا كيف يمكن استغلال السؤال الثاني قدرات الشباب وده حقيقه الشباب في المجتمع تعال عن الناس انا هقول دلوقتي عشان ما نخشش في الياس كل شويه اللي الياس 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 انا لا اؤمن بالياس واتمنى انكم لا تؤمنوا بالياس ولو كان الانبياء ياسوا او استيأسوا او انتهوا الى الياس توم لما انتصروا ولما انتشرت الدعوات بتاعتهم من الان يبقى احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن دلوقتي اللي هو كيف يمكن استغلال قدرات الشباب وادراك حقيقه الدور بتاع الشباب اذا امنت انا شخصيا كقائد كمدير كمسؤول كحاكم بدور الشباب سأستطيع أن أنا أبني هذه القدرات وأضع لهم دورا أنا اللي هدع لهم الدور قد يستطيع بعض الشباب أنهم يأخذوا دورهم بأيديهم لكن في الأصل في المنظومة المجتمعية لابد قيادة المؤسسات لابد رئاسات المؤسسات لابد المسؤولين عن المؤسسات هم الذين يدعون, يدعون دورا للشباب ويقول الشباب هيا بنا إن لم أؤمن أنا بدور الشباب لن يكون للشباب دور لن أستعمل أنا شخصيا الشباب كصورة ولن أستعمل الشباب كوجهة يعني أتزين بها إلى آخره لكن استعملهم بتمكينهم في قيام دور فعلي وعملي إن كنت أنا المسؤول مؤمن بهذا الدور دي ده السؤال الثاني السؤال الثالث كيف نرفع الوعي هذا محور كل مشكلة عندنا في العالم في العالم كله الوعي مس... الوعي منظومة معقدة مركبة متشابكة الأبعاد وطويلة الأمد تبدأ بالأسرة تبدأ بالتعليم تبدأ بالمنهج الدراسي تبدأ بالمسجد تبدأ بالكنيسة تبدأ بالمعهد تبدأ بالإعلام تبدأ بالصحافة تبدأ بالجيرة تبدأ بمعرفة التاريخ والعادات والتقاليد والقيم والإلى آخره آخر. فهذه المنظومة لابد أن نحافظ عليها ما يكونش عندنا إعلام فاسد وأسرة طيبة ومسجد يقول شيء والإعلام يقول شيء تاني فالوعي هي هذه المنظومة المتكاملة اللي احنا لابد ان نخش فيها من الزوجة والزوج انت يا ايتها الاخت تختاري الزوج المناسب لك الذي يفهم انتمائه للوطن ويكون منتمي للوطن ويكون عنده قيم وعادات وتقاليد احنا بنوافق عليها كمواطنين زي ما ايه هي إيه تنكح المراه الاربعة لكن ينكح الرجل لواحد وهو دينه واخلاقه الى اخره فيبدا الوعي من اختيار الزوج والزوجه وتمشي في هذه المسيره الطويله المستمده عبر الاجيال. آه نمره اربعه كيف نقدس حب التسلح بالعلم والمعرفه لمحاربه اليأس والضروره لمحاربه اليأس ودولة الإدراك السليم للواقع اللي موجود عندنا. حب العلم بيجي من أمي. حب العلم أول شيء في حب العلم والدتي علمته لي. أنا بتكلم كلام بسيط جدا عشان ما نخش في نظريات معقدة. يقول لك فلان قال كذا وفلان قال كذا الأم هي التي تورث هذا الحب للابن والبنت. والأب هو الذي يورث أن يبدأ به. حينما يستثمر الأب والأم جهدهم ومالهم ووقتهم وحياتهم في غرس هذا الحب يخرج الولد او البنت او الشاب او الشابه ها يحبوا العلم ويحبوا المعرفه ويحبوا الادراك واحنا في الغرب هنا مثلا صعب اننا نقرا التاريخ بتاعنا باللغه العربيه ليه؟ لان اللغه الاولى بتاعتنا مش عربيه فمجاهدة الإنسان في القراءة باللغة العربية بتجعله يحجم عن أنه يقرأ التاريخ الإسلامي أو التاريخ الإنساني باللغة العربية فلذلك حب اللغة إلى آخره المعرفات القديمة اللي بنتكلم عنها دي ما بنتكلم عن لو احنا حبينا نتسلح بالعلم والمعرفة لنحارب اليأس فلتبدأ بيه بردك الأسرة الأسرة اللي حاليا بنحاربها حرب دروس الاسره اللي حاليا في اغلب المجتمعات العربيه فيها ملايين 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 من الشباب والشابات العنس او العانسات او العوانس. لماذا؟ ان لم تكن هناك اسره فلن يكون هناك بناء وعي لجيل ثاني. فلذلك لما ننتظر في اللي هو حب العلم وحب المعرفه في محاربه اليأس وفي محارب وفي بناء الوعي بيبدا ببناء الاسره، وانا هركز دائما على بناء الاسره. دايما على بناء الاسره واركز دايما على الزواج وليس على الطلاق الطلاق لما اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات في المحاضره اللي كانت على الاستئاس هو معناه ان الزوج والزوجة اضعاف ما عندهمش رساله في الحياه هل الياس عند الشباب هو بدايه الامل طبعا ضاقت ولما استحكمت حلقاتها وفرجت وكنت ارض النار بس وهي بتضيق انا بشتغل وهي بتظلم انا بنور وهي بتحبط انا ببعث التفاؤل مش تضيق وانا خلاص 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 لا والاستياس اللي احنا اتكلمنا عنه في الاسبوع الماضي كان هو الاساس في بناء الامل ولو لم يكن هناك امل مع الاستياس لما جاء الايه النتيجه بعد ان استيأسوا طبعا من سنه الحياه شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر في الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب وكثير جدا اتباع سيدنا عيسى عليه السلام لما كانوا بيترموا الرومانيين بيرموهم الرومان كانوا بيرموهم من الاسود هل هم فقدوا الامل؟ لا ما زال المسيحيه موجوده وما زال الاسلام موجود الى الابد وما زال اليهوديه موجودة, موجوده كل الديانات والاعراف موجوده اللي احنا بنتكلم عنها. نمره خمسه هل اللي اتكلمنا عن نمره خمسه، نمره سته كيف نزرع العزيمه والاراده ونبتعد عن مفاهيم الفشل والخنوع؟ كيف نزرع العزيمه والاراده؟ ازرع العزيمه والاراده في قلب الشباب بالاستماع ليهم بالتقرب منهم بالتفاهم لمشاكلهم بمخالطتهم ليس الاعراض عنهم ما جيش يقول دلوقتي اصل العيال دول مش نافعين عشان لابسين بنطلون مش عارف ايه ولا عشان شعرهم معروف من عم معمول مش عارف ايه ولا عشان وشهم في ايه ولا البنات دي بتعمل كذا لا كل جيل ليه ثقافه مختلفه عن ثقافه الجيل اللي انا اتربيت فيه لو بصيت للشاب والشابه دلوقتي وحكمت عليهم من شكلهم مش هستمع لهم فمش ممكن وانا بعيد عنهم ان انا ازرع فيهم العزيمه والامل لابد ان استمع لهم لابد ان احتويهم لابد ان اتقرب منهم لابد ان اعطيهم المثل الصالح والقدوه الصالحه واعطيهم بالاثر ما حدث من قبل في العصور اللي كانت موجوده من زمان واعلمهم بتجارب الاخرين. نبتعد عن ما فيه من فشل ما نقعدش بقى احنا قاعدين العمليه مضلمه مش نافعه ما فيش فلوس ما فيش روح ما فيش كله ماتوا كله كذا لا مش هينفع مش هينفع ومش عايزينه ومش عايزين اللي يقول الكلام ده بالطريقه دي انا اقعد معاهم علشان اسمع لهم مش عشان اتكلم يمكن تلاقوا انتم في بعض الملاحظات ان الاسبوع اللي فات لما كنت بتكلم عن المحاضرة كانت محاضره حوالي 30 دقيقه وهي زادت مني بقت 40 دقيقه لكن النقاش كان ساعتين النقاش كان ساعتين ليه؟ لان المفروض انا رايح هناك علشان اسمع اكتر مما اتكلم كان الكلام من البنات والكلام من الشباب في هذا الامر فالاستماع هو بداية زراعة زراعة اللي هو الايه؟ العزيمة والارادة الى اخره. طيب بعد كده هو السؤال السابع ما هي الآلية التطبيقية لتحقيق التغيير ونحن نتكلم بالاحلام. عايز تغير ابدا صغير. اقولها تاني هتطلع مزيكا دي ويطلع شعبان عبد الرحيم غنى اغنية. عايز تغير ابدا صغير. ازاي؟ انا عايز احلم دلوقتي. ان انا في بلدي تبقى اقوى بلد وتبقى اغنى بلد وناخد اعلى الشهادات وكذا, وكذا 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 ازاي والجو ملبد مفيش مساحة للحريات مفيش مساحة للحقوق في ضياع للحقوق في انتهاك للحرمات في كل الايه المثالب اللي احنا بنتكلم عنها دي فازاي احول هذا الآلية التطبيقية إن أنا أعمل ولا أتوقف عن العمل، هقولها تاني، أعمل 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 ولا أتوقف عن العمل، أعمل أي شيء، أي شيء، أي مشروع بسيط ها يعطيني ذاتي ويتحول فيما بعد لمشروع زي كرة الثلج أنا ذكرت الأمثلة دي كتير جدا على الـ 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 ايدي عبد الستار ايدي ازاي بدا؟ على محمد يونس ازاي بدا؟ على بنك التعاون في مصر ازاي بدا؟ على بتوع بتفهن الاشراف اسمه المهندس ايه؟ مهندس سعيد ولا المهندس صلاح عطيه ازاي بدا؟ وهكذا. احنا بنبص للمؤسسه بعد 30 سنه و 40 سنه لكن ما نبص كيف بدات المبادره في المؤسسه دي اعمل مبادرات ان شاء الله كل يوم وكل اسبوع وكل شهر وكل سنه اعمل مبادره وتفشل واعمل واحده ثانيه وتفشل الى آخر الى ان يستقر بها الامر خد العمل الميداني الملموس هو الاجابه عن آآ آآ العمل الميداني الملموس ونخرج بقى من الاحلام الورديه طيب كيف نجعل الشباب يحافظ على نشاطه الحيوي؟ ده السؤال الثامن قدوة بعد ثورات الربيع العربي وقع ورق التوت عن كتير جدا 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 من القدوات السياسية وقدوات الدينية وقدوات المجتمعية فأحبط الشباب ودخلوا في اليأس لا كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في منافقين وكان في من الصحابة من أذنبوا كان في من الصحابه من اخطاوا الى اخره، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وحتى سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه لما عُذب ولا امه قتلت وابوه قتل صدع بكلمه الكفر تحت التعذيب زي ما كثير جدا من الناس حاليا من الشباب بيحصل لهم لكن هذه تكون عارضه وليست اصل من الاصول يبقى القدوه هي نحافظ عليها كيف تكون قدوه انت دي مسؤوليه فرديه شخصيه بينك وبين ربك الى ان تصبح قدوه لان القدوه مش خطبه جمعه ومش محاضره ومش تندر ولا شعر ولا القدوه اداء وعمل مبني على علاقه شخصيه فرديه بينك وبين ربك سبحانه وتعالى ماذا تتحدث الى الله حينما تلتقي به في المساء ولا يراك احد الا هو صح هناك صناعة القدوة فلذلك لما نتكلم عن نشاط الشباب الحيوي مسؤولية فردية مش الشيخ اللي هيبث فيك الامل طول عمره هيديك نصيحة كده نص ساعة ويمشي وبعدين 23 ساعة ونص هنعمل فيهم ايه انا هكون عندي انا انا شخصيا هيكون عندي ايه آه واجب 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 شخصي اقوم به في المجتمع بتاعي وكلما زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لك المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذانهم خير من الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم المخالطه هي تحميص المخالطه هي تفعيل المخالطه بتجعل من الانسان منا قادر على الانتاج وقادر على الانجاز مع انها متعبه لكن بدون ان تخالط الناس بدون ان تطمع عذاب على الاذام لن تستطيع ان تتحمس للمرحله الثانيه والمخالطه بناء المرحله دي انا وصلت للدرجه 5 ل 10 15 20 الى اخره فده بالنسبه للنشاط الحي. النشاط الحيوي ونحافظ عليه بان نكون مع قدوات نعمل من المجهود الشخصي الفردي اللي بيني وبين رب سبحانه وتعالى ثم الاداء المجتمعي بتاعي باي مشروع اقوم به علشان اصبر على اذى الناس كيف نحقق نتيجة سلوكية وأخلاقية من في المجتمع في ظل اليأس وقمع المشاريع وتغيير مسارها بالنتائج لذلك أنا هتحمس بإيه يا شباب بالنتيجة اوعى إيه تخش في مشروع تقول ده في خلال عشر سنين هعمل كذا لا أنا عايزك تعمل لي مبادرة في خلال ثلاثة أشهر في خلال شهرين في خلال ستة أشهر أرى النتيجة وبعد كده أحولها وبعد كده أحولها وبعد كده أحولها. كلما كانت النتائج ملموسة كلما تحسن سلوكي. كلما اختلطت بالشعب وبالمحتاجين وشفت مشاكلهم وشفت بلاءهم وشفت عثراتهم وإطلعت عليها كلما حمدت ربي على ما أنا فيه. تحسين السلوك والخلقيات مش درس ومش موعظة. تحسين تحسين السلوك والاخلاق هو معايشه هو معايشه وممارسه مع من هم اقل مني حظا في هذه الدنيا ومن هم اعلى مني خلقا في هذه الدنيا تحسين السلوك والاخلاقيات في الذهاب الى المساجد الصحبه الصالحه القراءه في الاثر والقراءة في التاريخ الإسلامي والتواريخ كلها لكي أعرف كيف عاش هؤلاء المنجزين تحسين السلوك والأخلاق بيجي برضك عندي في النظر إلى القدوات التي ماتت في عصور النبوة أو الصحابة أو الحواريين موسى عليه السلام أو زي ما كنا بنتكلم من الأسبوع اللي فات عن السيدة آسيا بنت مزاحم ومواشطة بنت فرعون وبنتكلم على اللي هو مؤمن آل آه 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 فرعون وبنتكلم على مؤمن سورة ياسين دي قدوات خلاص كتبت في القرآن أخلاقي وسلوكي أخلاقهم وسلوكياتهم جعلتهم ذات الله سبحانه وتعالى إيه يخلدهم في القرآن فكل هذه المسارات في التربية النفسية في قراءة التاريخ في معاشرة الصالحين في الذهاب لاماكن العباده ودور العباده في مخالطه الفقراء وخدمه الفقراء دي بتحسن سلوكي وبتحسن اخلاقياتي وتعطيني الدفعه التي لا يستطيع احد ان ها يجاريني فيما افعل من خلال هذه الدفعه. كيف نحقق الاصلاح المتكامل الفردي والمجتمعي والية المحافظه عليه؟ زي ما انا قلت قبل كده الاصلاح هو مسؤوليه فرديه. الاصلاح مسؤوليه فرديه. لا اتي اقول ان لدي حاكم فاسد وانا فاسد او حاكم كاذب وانا كاذب، لا هو مسؤوليه فرديه قبل ان تكون مسؤوليه مجتمعيه. مسؤوليه فرديه يقوم بها الفرد انا شخصيا اصلح نفسي ومسؤوليه مجتمعيه حينما ننشئ مؤسسات تبني المناخ الانساني والمناخ الثقافي والمناخ الاجتماعي والمناخ السياسي لكي لكي تسعى هذه المناخات لان تنبت لنا مصلحين اجتماعيا فيما بعد. يعني ان انا اصلحت نفسي ومن حولي من اهل بيتي ثم انشات جمعيات ومؤسسات لكي تصلح المجتمع سنستطيع ان نحقق المناخ الذي يستطيع ان يجعل كل منا مصلحا اجتماعيا نستطيع ان ينجز انجازات لم تنجز من بعض. يبقى الاصلاح الفردي لي انا مسؤوليه ثم الاصلاح المجتمعي عن طريق الجمعيات التي تنشئ المناخ وايضا انا علي مسؤوليه كبيره جدا في عمل او بناء مثل هذه الجمعيات. السؤال نمرة 11 الله الشباب دول هيغلبونا جزاكم الله خير الاسئله بتاعتكم هل فعلا التغيير لا بعد امتحان وابتلاء؟ طبعا. كتير جدا او في الغالبيه العظمى. في الغالبيه العظمى. في كتب التاريخ وسير الانبياء وسير الرسل وسير المصلحين كلهم. يعني محاكم التفتيش في في الاندلس. هل الاسلام بعد 500 سنه محاكم التفتيش في الاندلس انتهى هناك؟ نفس محاكم التفتيش دي كان بيعملوها الكنيسه الكاثوليكيه ضد اصحاب المذاهب الاخرى في اوروبا. هل انتهت المذاهب الاخرى ها وانزوت بعد ما عذبوا وقتلوا وشردوا وسلخوا الى اخره لا كانت الكنيسه الكاثوليكيه بتعذب كل اصحاب المذاهب الاخرى وبعدين جت على اليهود وجت على المسلمين في الاندلس الى اخره فلما ننظر لمثل هذه الابتلاءات هي كانت خطوه من الخطوات يعني في بعض في بعض الاصلاحات في بعض الاصلاحات بتيجي آآ آآ يعني في مجتمع مستقر مجتمع قوي مجتمع يستطيع الإنسان فيه إنه يبدع ويبرز وينجز ويحقق أماله وأحلامه يعني العمليه مش كلها دم العمليه مش كلها معاناة العملية مش كلها تشريد وتهجير لا في كذا وفي كذا فإذا أردنا أن نبني المجتمع المستقر ها سنستطيع أن نبني نهضة لكن أردنا أن, أن ننجح لكي نبنى الخطوه الاولى ونخرج فيها من الظلام فلا بد الابتلاء والعناء كمرحله اخرى لكي نخرج من ظلام الفساد الى نور الحق ونور اليقين ونور التكامل بيننا وبين بعضنا البعض طبعا السؤال اللي بعد كده هو بيقول لك هل يمكن للشباب معرفه الامتحانات دي والعقبات طبعا في التاريخ اقرا وشوف لكن وانت بتقرا وشوف ما تقعدش بقى ايه تحلل وتنسى دورك ما انا ممكن اقعد اقرا واقرا 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 اقرا في الفتنه الكبرى واسب في الصحابة ده واسب في الصحابة ده وامدح في الصحابة ده وبعدين انت عملت ايه بعد كده؟ اقرا لتتعلم لا تقرا لتتكاسل ولا تقرا لتتنظر بمعلوماتك ولا تقرا لكي لكي تستطيع ان تكون قاضيا على التاريخ وقاضيا على الحاضر وقاضيا على المستقبل ابدا ايه خدوا الدروس والعبر من يعني لو احنا بنتكلم عن اهل الكهف شباب كانوا كانوا خمسه كانوا سبعه كانوا عشره مش مشكله كلهم كانوا اولاد ملوك او مد... مش مشكله كلهم كان شكلهم ايه ولا ف... مش مشكله المشكله هم الفكره بتاعتهم انهم امنوا بربهم وزدناهم هدى دي الفكره انت تاخدها لما نتكلم عن مثلا شخصية ده شخصية الخضر عليه السلام اللي جه عشان يعلم موسى عليه السلام ها ايه الخضر طويل رفيع تخين قصير مش مشكلة لكن هو عنده علم من العلم اللدني الله اللي علم به موسى الذي كان يعتقد انه اعلم من على من في الارض من البشر لذلك لما احنا نتكلم نعرف نتعلم من الماضي نتعلم من قصه سيدنا يوسف الابتلاءات اللي, اللي جات له الابتلاءات اللي جات له هو طفل اللي جات له في 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 اليم في اللي هو في في البئر ثم في بيت العزيز ثم مع المراه ثم لما سجن ثم،, ثم 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 واستباره وصبره عليه لان اصبح هو ايه؟ هو نفسه اجعلني على خزائن الارض اني حافظه عليها. هل يمكن للشباب تحقيق للشباب تحقيق مشاريع تنهب المجتمع في ظل وجود اه ليه لا؟ وانت لما يكون عندك نظام فاسد نظام دكتاتوري معناه ما تشتغلش ايوه اشتغل بس لا اصطدم به انا ارجع احط الرباعيه مره ثانيه الرباعيه هي انك تعمل بمعدل ابسط من قدراتك لكي لا تلفت نظر مثل هذه الانظمه الفاسده دي نمره واحد وتبدا صغير وممكن نبدا في اكثر من مكان في اكثر من جهه ولا نتجمع لكي يرانا هذا الفاسد هذا النظام الفاسد او هذا النظام اللي هو الدكتاتوري فيخدع علينا في مهدنا فدي نمره واحد نمرة اثنين ان لا نصطدم على الاطلاق بهذا النظام او هذا النظام او هذا النظام او هذا النظام, أو هذا النظام, أو هذا النظام لكي لا لا يدمروا المؤسسه. نمره ثلاثه اننا ما تكونش لناش عاليه. قد يكون النظام عنده مشكله مع بعض الاعضاء في الجمعيه بتاعتك. اقول لهم جزاكم الله خير تعالوا المرحله دي ايه؟ نضع اعضاء جدد. ليه؟ لان اللي بيتحكم في المجتمع من الداخل والخارج طبعا بعد الله سبحانه وتعالى اللي بيتحكم في هذه المسيره هو المناخ السياسي الامني الاستخباراتي داخل المجتمع فلما يقول ففرض عليك مناخ سيء فلا بد ان تتعامل معه ها بالحكمه وموعظه الحسن انا ما اصلحش في المرحله دي جزاكم الله خير اديت رسالتك وخلاص وبعدين نبتدي بقى نبتدي دائما 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 نغير لكي نعطي ها فرصه للشباب انهم يخشوا ويكونوا جزء من هذه المسيرة ولا تكون هي دولة بين الأغنياء أو دولة بين المنظرين مننا آه احنا ما عملنا مشاريع عملنا مشاريع في الشيشان وكان حرب ما بين الشيشانيين وما بين الروس وسمحونا نشتغل واحنا اسمنا ايه؟ اسمنا اسلامي. ازاي؟ لان التزمنا بالمعايير. التزمنا عملنا مشاريع في الحرب مع البوسنه ما بين البوسنويين وبين ال ال السرب في مناطق السرب ومناطق الكروات ومناطق البوسنويين ليه؟ لأننا استعملنا المعايير مع ان ما عملنا مشاريع من نعمل مشاريع في الصين اللي انت بتنظروا اليها الان في التصفيه العرقيه في بعض الجمعيات كثيره جدا ما زالت بتشتغل في ميانمار الى اخره وهكذا فاه ممكن تشتغل لكن لا ما لن تستطيع ان تشتغل بكامل حرياتك بد ان تتكيف مع المناخ السياسي والاجتماعي والإنساني والأمني والإستخبارات في مثل هذه الدول ومثل هذه البلاد لكي تستطيع أن تصل إلى المحتاجين المحتاجين إليك. كيف يمكن إنقاذ الأفكار الجديدة؟ كيف يمكن إنقاذ الأفكار الجديدة؟ بتبنيها. يعني أنا لما بص مثلا في عرب جود تالنت اللي هو بيسموه بيسموه مش عارف المواهب العربية. أما ألاقي الأخت نانسي عجرم جزاه الله خير والاخ كاظم الساهر جزاه الله خير ومش عارف مين تاني مغني تالت مش عارف ايه بيجدوا اطفال جمال عندهم القدره على الغناء بيتبنوهم عشان يعملوهم ايه؟ نجوم فانا اعتقد ان الشاب والشابه الصغار دول لابد ان يكون لهم ملاذ وماوى زي اللي بيعملوه يعني لما بص انا كنت بتفرج على بعض هذه الـ 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 المنافسات فالطفل بيكون محتار يروح لنانسي عجرم ها ولا يروح مش عارف واحده اسمها كرم اسمها ايه كرم نجوى كرم اسمها ايه يا ابن انت اللي بت... نجوى كرم اسمها و... اسمها نجوى كرم ولا اسمها ولا ولا كاظم الساهر علشان ايه علشان ينمي قدراته ويتبناه ويكبره انا بقى كقدوه وأنا كقائد وأنا كجمعية لابد أتبنى الشباب دول علشان أنمي أفكارهم وأنقذ الأفكار الجاية دي وأحتويها كذلك. ده اللي بتعمله كل الدول المتقدمة. يعني في حاجة اسمها بنتكلم عنها اسمها تيدكس. تيدكس دي مش كده برضك تيدكس؟ تيدكس دي معمولة في كاليفورنيا. فكرة بسيطة للغاية. بتديك اسمها وبتقول لك أجر مكان وبتقول لك اعمل كذا كذا بعد المعايير وبتقول لك اعمل وبعت لي الفيلم بتاعك. تركس بتاخد منك ايه؟ بتاخد منك افكارك. لو انت افكارك مبدعه هتتبناك وتاخدك. وتاخد منك افكارك اللي بتحلل الواقع المجتمع اللي انت عايش فيه. شفت بقى بيتبنوا ازاي؟ وهم بينك وبينهم قد ايه؟ 10,000 كيلو او 15,000 كيلو او الى اخره. لازم بتفكر. ان تتبنى مثل هؤلاء الشباب وهذه الافكار الجيدة ما السبيل لخلق بيئة متكاملة للشباب ترعى افكارهم بالايمان بدورهم ما السبيل لخلق بيئة متكاملة للشباب ترعى افكارهم ومشاريعهم في ظل ظروف الواقع القمعي ها انا ان امنت بالشباب سأنشئ بيئة ترعى الشباب المشكلة المشكلة المشكله ان احنا بناخد الشباب كانهم اداه واحنا اصحاب السلطه والسلطان والدور واحنا اصحاب الراي والمشوره لا ده غلط ان امنت بالشباب وامنت بالسن العمري للشباب والشباب ده اقول اقول فيهم الشباب والشابات ها ان امنت بهم استطعت ان ابني او ان اخلق هذه البيئه المتكاملة ليهم أرعاهم ترى أفكار كيف ننتقل مشاعر نظرية الأحلام والطموحات مشاريع عملية أنا قلت قبل كده بالأعمال البسيطة اللي احنا نعملها إلى آخره كان لا نصطدم بالواقع الأليم والأخير كيف نحافظ على كتلة التغيير للأسف لو يعني احنا بنتكلم على المنطقة العربية كتلة التغيير احنا بنسميها الكريتيكال ماس قد يكون بعضها موجود متناثر لان المناخ السياسي غير مستقر الحرية السياسية غير مستقرة المساحة الحريات الاجتماعية السيفل ليبرتي اللي هو مساحة الحريات المدنية غير موجودة في بعض الدول او تكاد تكون منعدمة في الدول الاخرى او تكاد تكون على استحياء في الدول الاخرى فكيف ان انا اعمل كتلة في وسط هذه المناخات التي لا لا تسمح ها باتصال الناس بعضهم ببعض بتكامل الناس بعضهم ببعض في الادوار الى اخره فما زلنا في المنطقه العربيه حاليا وكثير جدا من الدول الاسلاميه اننا ليس عندنا الكتله الحرجه ولكن عندنا ماذا؟ عندنا الافراد الحرجين الذين من الصعب ان يؤثروا التاثير الكامل كما تؤثر الكتله الحرجه. يبقى لابد ان نحاول جاهدين اولا أن نبني هؤلاء الأفراد الحرجين من خلال الشباب. ثم نجاهد أننا نستطيع أن نحول هذه هؤلاء الأفراد إلى كتل حرجة. في الاقتصاد، في السياسة، في التعليم، في التربية، في الفنون، في الأدب، في الزراعة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. متى نقرر أن ننتهي من قول هذه المشاريع ممنوعة وهذه المشاريع مقبولة؟ ده بقى ثقافة المالح ثقافة المانح، الوقت خلص ولا ايه؟ ها؟ أه؟ عدنا. عدنا؟ ثقافة المانح، دي ثقافة المانح اللي احنا شاربينها. شاربينها من كعانه لو انت ما عندكش تمويل من الارض الوطن بتاعتك هتتأثر بثقافة المانح سواء كان المانح ده مسلم ولا غير مسلم. من جهتك ولا مش من غير جهتك، كل واحد جاي ايه بمخه وجايب اراءه وجايب افكاره وانتم شايفين في بعض الدول العربيه بيجي اشخاص كده ما انزل الله بهم السلطان بيغيروا ثقافه الشعوب وثقافه المجتمعات. انا طبعا يعني لابد ان اتوقف لان انا عديت الوقت المسموح لي به وبشكر الشباب خاصة احمد الشيخ على ال 18 سؤال دول واتمنى ان الشباب يتحمسوا يبعتوا اسئله عشان نجاوب عليها واتمنى uh, ان انتم يعني uh, uh, نراكم uh, بعد خمس او عشر دقائق في الانجليزي وكان ويل ميت ان 5 10 مينتس ان ذا سيم توك ا بروبلم فيسينج ذاك بيبل اند دو ثانك احمد عبد الرحمن نحاس واحمد الشيخ على و ثانك او بوث اوف ذم of contributing with the all this question. And sorry for giving thirty five minutes now or more than thirty five minutes. Assalamu alaikum wa barakatuh.